مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. هذه قناة عمان الثقافية، نحييكم ونقدم لكم أخبار الثقافة، والبداية مع أبرز العناوين. النادي الثقافي يدشن أسبوعا من الفعاليات الثقافية بمحاضرة حول اللغة الكمزارية بين الماضي والحاضر بمشاركة مختصين وأكاديميين من السلطنة وخارجها، ندوة افتراضية حول فاقد التعلم في ظل جائحة كورونا. بشراكة مجتمعية، الانتهاء من مشروع للطاقة الشمسية المتجددة في مدرستين بمحافظة الظاهرة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. يستضيف النادي الثقافي خلال الأسبوع الجاري سلسلة فعاليات ثقافية تبدأ بمحاضرة حول اللغة الكمزارية بين الماضي والحاضر من خلال فرع النادي بمحافظة مسندم. وتتحدث في المحاضرة مكية بنت حسن الكمزارية، ويقيم النادي يوم الثلاثاء جلسة حوارية حول الشخصية العمانية بين الهوية الوطنية والانفتاح على الآخر، يتحدث فيها الدكتور إسماعيل بن صالح الأغبري. كما ينظم النادي الثقافي يوم الأربعاء جلسة حوارية بعنوان الحراك الرقمي الفلسطيني، تشارك فيها الدكتورة فتحية بنت عبد الله الراشدية من جامعة السلطان قابوس المتخصصة في تحليل خطاب منصات التواصل الاجتماعي، ومحمد بن سيف المحروقي ناشط على وسائل التواصل الاجتماعي، وشيماء بنت خلفان العيسائية باحثة في العلوم الإنسانية والمجتمعات الرقمية. انطلقت أعمال الندوة الافتراضية فاقد التعلم في ظل جائحة كورونا، أثاره وطرق معالجته، بتنظيم من وزارة التربية والتعليم ومشاركة مختصين وأكاديميين محليين ودوليين في هذا المجال، حيث تهدف الندوة إلى دراسة فاقد التعلم بالسلطنة خلال جائحة كورونا وتشخيص حجم الفاقد لدى طلبة التعليم المدرسي وإيجاد الحلول المبتكرة والناجحة لمعالجته، إضافة إلى الحد من أثره على المدى القصير والطويل والاستفادة من التجارب والممارسات العالمية في تقييم فاقد التعلم ومعالجته. مقترح لإنشاء لجنة فرعية لإجازة البحوث من الناحية الأخلاقية للباحثين الذين لا توجد لدى مؤسساتهم لجان مختصة بهذا الشأن، كان ضمن مناقشات اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا بجامعة السلطان قابوس في اجتماعها الثاني لهذا العام. واستعرضت اللجنة موضوع تطوير موقع إلكتروني يضم كافة فعاليات وأنشطة ووثائق اللجنة ليكون مرجعا لجميع المواضيع المتعلقة بأخلاقيات البيولوجيا، ومتابعة موضوع تأسيس صندوق الوقف للجنة الذي سيساهم في تمويل فعاليات وأنشطة اللجنة المستقبلية. كما ناقش الاجتماع التحضيرات اللازمة للملتقى الفكري العاشر الذي سيعقد بنهاية العام الجاري. ترأس الاجتماع صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجولندا آل سعيد رئيس الجامعة ورئيس اللجنة. صدر للشاعر قاسم بن محمد الغريبي ديوان شعري عن دار الدراويش للنشر والترجمة، يضم 50 قصيدة شعرية تتناول القصائد الشعرية مواضيع ومجالات متنوعة تشتمل على مواقف مختلفة تنوعت بين القصائد الاجتماعية والعاطفية والعتاب والقضايا الإنسانية. كما تناولت قصائد الشاعر قاسم الغريبي كذلك موضوع النصائح بين الأصدقاء والعتاب والقصائد الاجتماعية التي تحمل أسلوب النصح والإرشاد في قالب شعري جميل، بالإضافة إلى جانب المواقف التي تمر بالإنسان وحول القيم المجتمعية. العالم أحرز تقدما واضحا في فهم طبيعة جائحة فيروس كورونا وأسبابها الجذرية، وفي تحديد بعض التدابير الوقائية وطرق التعامل مع انتشارها وآثارها. هكذا ذلك، معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة خلال ترأسه وفد السلطنة في أعمال اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية للدورة 74، وأضاف معالي وزير الصحة أن السلطنة تسعى من خلال التعاون الدولي لبناء نظام صحي قوي للإسهام في ضمان التضامن الدولي والاستقرار والسلام. ويستعرض الاجتماع تقرير المجلس التنفيذي بشأن الاستجابة لجائحة كوفيد-19 وقطاع الصحة لخطة التنمية المستدامة لعام 2030.
بشراكة مجتمعية بين الحكومة والقطاع الخاص، تم الانتهاء من مشروع الطاقة الشمسية المتجددة لمدرستين من مدارس محافظة الظاهرة بطاقة إنتاجية تصل إلى 120 كيلووات. المشروع يهدف إلى تنمية المعرفة للطلبة والزائرين وكيفية استخدام التقنية في نظام الطاقة الشمسية وترشيد استهلاك الكهرباء. طاقة متجددة نظيفة تقابلها بيئة صحية خالية من التلوث، ففي محافظة الظاهرة تم الانتهاء من مشروع الطاقة الشمسية في مدرستي فاطمة بنت قيس للتعليم الأساسي بولاية عبري، ومدرسة العلاء بن الحضرمي للتعليم الأساسي بولاية ينقل، ضمن المبادرة المقدمة من شركة شل، والتي جاءت بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ومجموعة من شركات القطاع الخاص وبعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المشروع يأتي على مساحة متساوية في كلا المدرستين، وتم تنفيذه على مساحة 700 متر مربع تقريبا لكل المدرسة. والمشروع عبارة عن 360 لوح شمسي يقوم بتحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية وينتج 120 كيلو وات لكل مدرسة. توفير الطاقة البديلة من الموارد الطبيعية المتجددة يتماشى مع رؤية عمان 2040 في تنويع مصادر الطاقة النظيفة لإنتاج الكهرباء، حيث يهدف المشروع إلى التنمية المعرفية للطلبة والاطلاع عن قرب على نظام الطاقة الشمسية وأهمية استغلالها وفوائدها، وتمكينهم من ممارسة بعض تطلعاتهم العلمية في مجال الطاقة المتجددة. الحصول على طاقة متجددة نظيفة في البيئة المدرسية باعتبارها طاقة المستقبل، ووجود محطة قريبة من الطالبات، أيضا إيجاد بيئة تعليمية محفزة تستفيد من التقنيات الحديثة، ربط هذا المشروع أيضا بالمناهج الدراسية العلمية كالعلوم والرياضيات. المشروع له بعد اقتصادي وبيئي، حيث سيعمل على زيادة المعرفة ومواكبة التوجهات العالمية لاستغلال الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة. هذه النشرة مستمرة وتتابعون فيها بعد قليل. قبعة أنديانا جونز ونظارات هاري بوتر في مزاد لتذكيرات من أفلام أمريكية شهيرة. أهلا بكم مجددا. تعرض دار للمزادات بالولايات المتحدة حشرات التذاكر تعود لأفلام سينمائية ومسلسلات شهيرة. المزاد يتوقع أن يشهد إقبالا كبيرا من هواة السينما. هذه القبعة التي اشتهر بارتدائها إنديانا جونز الشخصية الرئيسية في سلسلة الأفلام الشهيرة ستكون من بين أكثر من 1200 من تذكارات الأفلام والمسلسلات التي ستطرح للبيع في مزاد في يونيو حزيران. وقال مات روكس مدير التسويق بشركة بروب ستور التي ستنظم المزاد في لوس أنجلوس إن القبعة التي ارتداها الممثل هاريسون فورد في فيلم إنديانا جونز ومعبد الهلاك يتوقع أن تجلب ما بين 250 ألفا و 300 ألف دولار. كما تشمل مجموعة التذكارات نظارة هاري بوتر وعصاه السحرية اللتين استخدمهما الممثل دانيال رادكليف في فيلم هاري بوتر ومقدسات الموت،
وقال تروكس إن عائدات بيع القطعتين ستذهب بالكامل إلى الأعمال الخيرية، وتقدر قيمة كلتيهما بين 30,000 وخمسين ألف دولار. وسيجد هواة جمع التذكارات أيضاً العديد من القطع من سلاسل أفلام شهيرة أخرى، من بينها ذا تيرمينيتور والرجل الوطواط وذا مابتس، وتقدر قيمة المجموعة بأكملها بأكثر من 6 ملايين دولار. وسيتمكن المزايدون من استعراض القطع المطروحة عبر برنامج زوم والتنافس على شرائها عبر الإنترنت أو الهاتف، وذلك في الفترة من 29 من يونيو حزيران وحتى 1 من يوليو تموز. بركان جبل نيرانينغو يعود ثورانه بعد توقفه فترة ناهزت 20 عاما، مما سبب هلعا وذعرا لدى سكان مدينة غوما المحاذية للبركان. توقفت حمم بركانية ناجمة عن ثوران بركان قبل مئات الأمتار من أطراف مدينة غوما الرئيسية بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية صباح الأحد، وأصيب سكان غوما التي تطل على بحيرة ويقطنها نحو 2 مليون نسمة بالذعر مساء السبت بعد أن ثار بركان جبل نيراغونغو القريب وصبغ السماء باللون الأحمر. وفر الآلاف بمتعلقاتهم سيرا على الأقدام، وتوجه بعضهم صوب الحدود القريبة مع رواندا. ومع شروق شمس اليوم التالي كان أغلب التل الواقع إلى الشمال من المدينة قد احترق وتحول إلى اللون الأسود، كما دمرت منازل وخيمت على السماء سحب رمادية. وقالت السلطات المحلية التي راقبت ثوران البركان خلال الليل إن تدفق الحمم فقد قواه، ولم يصل تدفق الحمم إلى مطار غوما ولا حدود المدينة، لكن قرى مجاورة تضررت، كما عبرت الحمم طريقا رئيسيا للخروج من غوما، مما قطع الطريق بين المدينة ومدن تقع إلى الشمال. وكانت آخر مرة ثار فيها بركان نيراغونغو في عام 2002، وأسفر عن مقتل 250 شخصا وتشريد 120 ألفا بعد تدفق حمم على غوما. وبركان الجبال نيراغونغو من بين أكثر البراكين نشاطا في العالم، ويعد كذلك من أخطرها، وبدأ أن ثورانه قد وقع بسبب صدوع في جانب البركان، مما تسبب في تدفق الحمم في عدة اتجاهات. ويخشى خبراء من أن النشاط البركاني على مدى السنوات الخمس الماضية في نيراغونغو يماثل ما حدث في السنوات التي سبقت ثورانه عامي 1977 و2002. النشرة انتهت، ولكن قبل ذلك هذا تذكير بأبرز العناوين. النادي الثقافي يدشن أسبوعا من الفعاليات الثقافية بمحاضرة حول اللغة الكمزارية بين الماضي والحاضر بمشاركة مختصين وأكاديميين من السلطنة وخارجها، ندوة افتراضية حول فاقدي التعلم في ظل جائحة كورونا، وبشراكة مجتمعية الانتهاء من مشروع لطاقة شمسية متجددة في مدرستين بمحافظة الظاهرة. قدمنا لكم أخبار الثقافة من قناة عمان الثقافية. كونوا دائما بخير، في أمان الله.